حياكم الله وحيا جميع مشاهديكم الكرام وحياك هذا القناة وطن نعم. المحترم. أهلا بك. نبدأ من حادثة استشهاد مدير استخبارات عمليات السومر العميد علي جميل خلال عملية فض للنزاع العشائري الدموي في قضاء الشطرة. كيف يمكن قراءة هذا الحدث رغم أن هناك الكثير من العشائر ما زالت ترفض استخدام السلاح في النزاعات العشائرية؟ ألا تعتقد أن هذا الموضوع بات يستنزف القدرات الأمنية للدولة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالبداية اسمحي لي أن أوجه التعزية إلى عوائل شهداء العراق وإلى عائلة الأخ والزميل والصديق المرحوم علي جميل. بالتالي أعتقد يعني الرجل ذهب لتأدية الواجب وذهب للتدخل بغية المحافظة على الأمن والاستقرار، لكنه للأسف يعني الأسلحة الغير موجهة والغير منضبطة نالت منه. نسأل الله أن يتغمده بوافر رحمته. لكن الموضوع هو كيف يمكن العشائر أن تمتلك مثل هكذا سلاح وتحاول أن التأثير بخصومها بطرق غير يعني غير أخلاقية وغير محسوبة وغير مدروسة، واليوم أصبح السلاح منفلت وأصبح السلاح غير يعني منضبط. أعتقد يعني هذا يأتينا يعني يأتينا من باب واحد، أن هنالك ضعف واضح جدا في سيطرة الدولة. لو كان هنالك سيطرة، لو كان هنالك فرض القانون، لو كان هنالك قوة قانون قادرة على بسط الأمن والإرجاع الحقوق، لما ذهبت العشائر اتجاه التنازع والقتال فيما بينهم؟ للأسف عشائرنا العراقية الأبية أبناء العراق البررة تحولوا من بدل أن يكونوا داعمين لبعضهم إلى أناس مهيئين ومدججين بالسلاح بعضهم على بعض. وهذا أيضا يعني من باب الجهل، لا من باب الثقافة ولا من باب العلم ولا من باب الدين ولا من باب التدين ولا من باب المذهب ولا من باب العقيدة. دائما الشعوب الجاهلة، الشعوب الغير منضبطة تحاول أخذ ثاراتها بيتها، أحاول أخذ حقوقها بيتها دون اللجوء إلى القانون. يعني بابان، الباب الأول ضعف القانون، والباب الثاني هو الجهل والتشييد الممنهج تجاه هذه المحافظات الأبية. نعم، أنتقل معك إلى العاصمة بغداد. بالنسبة لأمن العاصمة بغداد هناك نفي لوجود حالة استنفار قصوى وإنذار جيم، ولكن الإجراءات تؤكد وجود خطر داهم. ما يحدث في الكرادة من عودة لسيطرات السونار بما يثير مخاوف على كل المستويات، برأيك هل الوضع الأمني ذاهب إلى التصعيد في بغداد يا ترى؟ راح أنطيك إياها بالمعلومة الحقيقية. نعم، دون التسييف. يعني الأجهزة الاستخباراتية استشفت وجود خطر كبير يهدد سور بغداد، على اعتبار تنظيم داعش الإرهابي يحاول الثار إلى المقبور عبد الله قرداش اللي هو خليفة المقبور أبو بكر البغدادي، وبالتالي يحاول توجيه ضربة خلال شهر رمضان. والأجهزة الأمنية استرقت بعض المعلومات على أن هنالك تهديد على منطقة الحسينية وتهديد على منطقة الشعاب وتحديدا على سوق شلال، وأيضا تهديد على منطقة الكرادة وشارع الكرادة داخل، وأيضا ربما تعاد كرة مجمع الليث التي حدثت وكارثتها والأرواح التي زهقت دون يعني مع شديد الأسطى، ونتمنى لهم أيضا المغفرة والرحمة والغفران. وبالتالي الأجهزة الأمنية حاولت اتخاذ إجراءات احترازية على الأقل دفع الخطر عن هذه المناطق، ثم حركت كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العاملة في الظل والمتواصلة ولديها مصادر، وأيضا العناصر من التنظيمات المطرفة التي تم تجنيدهم من قبل جهاز الاستخبارات الوطني العراقي الأبي. وبالتالي بدأوا يتحركون من هذه القنوات للوصول إلى من الذي يحاول اختراق سور بغداد ومن الذي يحاول إحداث فجوة أمنية في بغداد. نعم. أعتقد يعني هو هذا. أما إنذار جيم لمدة 3 أيام 72 ساعة، أعتقد دائما حينما تتهجس الأجهزة الأمنية عن وجود خطر تعطي انذارا من الدرجة القصوى للأجهزة الأمنية لاتخاذ كافة التدابير الحيطة والحذر لدفع الخطر عن أبناء المحافظة. نعم. وإلى ديالى، اليوم هناك وفد أمني رفيع لتقييم الوضع الأمني بسبب الخروقات المتكررة هناك. برأيك ماذا يحدث في ديالى حقا، وإلى أي مدى يؤثر على أمن بغداد وبقية المحافظات المحيطة يا ترى؟ تفضل. يعني حقيقة نحن عندنا 3 خواصر مهمة جدا: قضاء الطرمية وقضاء المدائن وأيضا محافظة ديالى، على اعتبار هذه المحافظة تشكل عمق استراتيجي لبغداد ولديها حدود كبيرة مع بغداد وممكن أن تؤثر من عدة أماكن في بغداد. فبالتالي يبدو أن تنظيم داعش الإرهابي يحاول السيطرة على محافظة ديالى، يحاول التوغل بهذه المحافظة، استدراج وتجنيد عناصر من هذه المحافظة، التأثير على من يقاطع التنظيم وممكن أن يشكل خطر على التنظيم وممكن أن يقاوم التنظيم ويوقف زحف التنظيم.
إيطاليا يعني يحاول تنظيم إيجاد مواطئ قدم في هذه المحافظة العربية، والأجهزة الأمنية اليوم تعمل في هذه المحافظة بأقصى درجات المهنية والاحترافية. أعتقد هنالك خطر على قضاء المقدادية، وهنالك خطر من قضاء حملين أو تلال الحملين، فبالتالي الأجهزة الأمنية وجهت بعض القطاعات العسكرية لليقظة والحذر وأيضا الانتباه، وبالتالي حاولت أيضا تعزيزهم بقطاعات عسكرية وقطاعات استخباراتية. لكن نرجع ونتحدث اليوم هي معركة الاستخبارات، وهذا الجهاز جهاز أبي وجهاز وطني وجهاز عراقي قادر على التصدي للعدوان، لكن يحتاج إلى تعزيز بالجانب الإلكتروني، ويحتاج أيضا إلى تطهير عناصر من الذين لا يستطيعون العمل في هذا الجهاز، وإنما شكلوا عبء على هذا الجهاز لكونهم بعيدين عن المهنية والاحترافية، واستبدالهم بعناصر مهنيين محترفين، عناصر ممكن لديهم شهادات علمية وأيضا لديهم قابلية بالتعلم، نعم وإشراكهم وزجهم في دورات داخلية وخارجية، لأنه نحتاج إلى عنصر الاستخبارات اليوم أكثر مما نحتاج إلى القطاعات الماسكة. القطاعات الماسكة هي قوات ضاربة ممكن أن تتخذ مقرات آمنة لها وتتحرك بناء على توجيهات الاستخبارات، حينما يحدد هدف من نعم قبل الاستخبارات تقوم القطاعات الماسكة بتوجيه ضربة قاسمة لهذا الهدف. نعم سيادة العميد، ختاما وأثناء حديثنا عن أمن العراق لابد لنا أن نتطرق على الاعتداءات التركية على الشمال العراقي. عسكريا، كيف تقيم الهجوم التركي الأخير على الشمال العراقي، وهل تتفق مع من وصفه بأنه احتلال حقيقي؟ ما هو المطلوب من الحكومة ليوقف هذا السيناريو؟ سيدتي الكريمة، والله وضعت يدك على الجرح، والجرح الكبير مع شديد الأسف. يعني اليوم أنا شخصيا أتهم الحكومة بالتقصير، لأنه الدولة التركية جارة تركيا ليس اليوم، وإنما من أيام ومن فترة ومن حتى تحديدا من 2016، يعني من أيام قتالنا مع تنظيم داعش الإرهابي، بدأت تحاول إيجاد مواطئ قدم في الأرض العراقية، ويحاولوا يتسللون ويستخدمون أسلوب النار والحركة في شمال العراق. بعد 2017 أسسوا لهم مقر في بعشيقة، أو تحديدا في عام 2018، وأيضا قوات البكك، هذه القوات التركية التي يدعون أنهم قوات مجرمة دوليا وقوات خارجة عن السيطرة وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار في تركيا، هم بالمناسبة يعملون وفق الأهواء المخابراتية التركية، وتركيا هي التي دفعتهم بالأرض العراقية كي تجد ذريعة للتوغل بالأرض العراقية. هنالك عدوان على سماء العراق، وهنالك عدوان على أرض العراق، وهنالك قوات برية تتقدم بأسلوب النار والحركة وقضم الأرض، وهنالك قوات جوية سواء كان من الطائرات السمكية أو من الطائرات المقاتلة تجتاح سماء العراق، وهنالك قوة استخباراتية مخابراتية أسست ولها مقر في بعشيقة في العراق في شمال العراق، بعيدة عن الحدود التركية بحدود 200 كيلومتر، يعني عمق بالأرض العراقية أكثر من 200 كيلومتر. وهنالك ساس عراقيون منبطحين للقرارات التركية، وتملى عليهم الإدارة التركية وجهاز المخابرات التركي الأوامر، ويتفاخرون بارتباطهم بالجانب التركي. إذا يبدو أن هنالك عمق لتركيا بالداخل العراقي، وهنالك نوايا تركية لاجتياح الأرض العراقية، وهنالك وجود عسكري تركي بالأرض العراقية. فعلى العراق اليوم أن ينتبه إلى نحن أين ساهلون، وبالتالي يعني أأمل من القوة الوطنية العراقية حث الحكومة وإجبار الحكومة على اتخاذ حائط صد وجدار عازل بين الجانب التركي، أنا لا أقصد بناء جدار صد، وإنما تحفيز المخافر الحدودية، طرد البككة، قامت دعاوى قضائية على جارة تركيا من وتقويض كل النفوذ التركي بالأرض العراقية، إلقاء القبض على العملاء والجواسيس المرتبطين بالمخابرات التركية، إلقاء القبض وإهانة كل عميل جاسوس يتفاخر بوقوفه مع ضباط المخابرات الأتراك والإدارة التركية ويلتقط التصاوير معهم، وبالتالي ينصب على هرم الدولة العراقية داخل الحكومة العراقية ويتسنمون مناصب بالحكومة العراقية. هؤلاء الحثالات العملاء الجواسيس يفترض أن يطردوا ويهانوا ويذلوا من أرض العراق. وأعتقد على القوة الوطنية اليوم، أتأمل من القوة الوطنية اليوم وضع النقاط على الحروف ومحاسبة كل عميل جاسوس زرع بالمنظومة الحكومية العراقية. نعم، وعم تمنياتنا بكل السلامة لكل العراقيين في كل الأراضي العراقية. كل شكر لك الخبير الأمني العميد عدنان الكناني، شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب، وأهلا بك دائما.